ناني هاني شيء. إذن مشاهدي متابعي خلينا نشوف كيف مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. فعلا تلقينا اتصال من عند واحد الشخص اللي ساكن هنايا في هذا الحي، يعني كيستعمل هذه الطريقة هذه، ففعلا كيتشكى من هذا الأمر ديال التريبورتورات اللي كتشوفوا معنا حاطين هنايا بواحد العشوائية. أيضا يتحمل المسؤولية المسؤولين والمنتخبين ديال هذه المنطقة هذه، لأنه فعلا ما دايرينش لهم سوق نموذجي قريب من هذا المكان. يعني شوفوا معنا، شوف شوف الشارع كله مسدود، السيارات كيدوزو غاب بزز. شوفوا معنا هاد السيارة، هاهي غاتم دايزة بزز. يعني السيد قالك أنه حتى هاد الغوات ديال البيع والشراء كيجي عيان من الخدمة، مكيخليهش ينعس. يعني شوفوا معنا السيارات هنايا واحلين، ريبورتور ساكت وسط الطريق. فعلا خاص يدار حل، خاص اسواق نموذجيه، خاص اسواق نموذجيه، والريبورتورات هنا راه حاطين بواحد العشوائيه. فعلا خاص يدار حل، يعني كما كتشوفوا معنا امام الصوره امامنا، يعني على راه على طول هاد الشارع هذا راه مشى حتى لهي. الشارع هذا كامل. الان غادي نتحدث مع السيد ساكن هنايا. شوفوا معنا ايضا دوك الازبال ديال المتلاشيات كيبقاو هنايا في هذا المكان. نمشي عند السيد نتحدث معاه. أجل وجهك ما يبانش ياك. لا خويا الوجه ما يبانش. خويا شنو اللي واقع هنايا؟ كنشوفوا ان الطريق مسدوده، الطريق بورتورات. حنا راه من الساكنه ديال هاد البلاصه خويا، راه كنعانيو مع هادو اخويا، راه بزاف. راه كنبغي اخويا ندوز الطوموبيل ما كنلقاش اصاحبي، منين ندوز الصداع والمشاكل، هو راه كنعانيو. الطوموبيل دابا وليت كندور على رجلي ومخلي الطوموبيل في الدار. يعني حتى واقيلا فاش كتجي من الخدمه كتبغي ترتاح، كتبقى تسمع عندك الصداع اخويا. انا خدام اخويا، راه كنخدم 12 ساعه، راه كنجي كنبغي نحط راسي هنايا، راه والو راه ما كتنعسش اخويا، راه ميمكنش. يعني هاد التريبورتورات هادو خالقين هنايا اخويا، راه ما كنعسو وما كنرتاحو. الطوموبيلات ما عندنا الطوموبيل دابا ما نقدرش ندوزها دابا من هنا. واش كنضطر نحطها على الساس نخلص على 150 درهم باش ما ندوزهاش من هنا. التريبورتورات حاطين بواحد العشوائيه بزاف. انت شوف اخويا، راه ايضا حتى المسؤولين تما كيتحملوا بعض المسؤوليه، لانهم ما دايرينش واحد الاسواق نموذجيه. عادي اخويا، خصهم يلقاو ولاد الناس مساكن، تما الناس ما نلومهمش، تما ما نلومهمش لانهم كيترزقوا على الله. كيترزقوا على الله، خصهم تما شي حل باش نرتاحوا اخويا في هذا الوقت. خاصهم شي سوق نموذجي. هادشي اللي كاين. شكرا لك خويا، غادي نرجع للمكان نشوفوا البلاصه. يعني كيف ما سمعت معنا التصريح ديال السيد، السياره حاطها ما كيقدرش يهزها، والضجيج هنايا ديال هاد الباع. صراحة لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب إنشاء أسواق نموذجية. شوفوا معنا السيارة ديال الأمن، إلى هنا يبغى تدوز غير سيارة ديال الإسعاف غادي توحل فعلا، يبغى تدوز غير البومبية غادي توحل، فخاص تدخل.
المشاهدين الكرام غادي نتلاقاو معنا في بث مباشر ان شاء الله الى اللقاء.